باقي دقيقتين على نهاية الفقرة. والله خلاص سجل عندك استلم للظروف احكام يا ابو عزوز. وصلنا لحلقتنا نهاية حلقتنا ختام الفقرة. اقول لكم مساكم الله بالخير. نهاية الفقرة اقول لكم مساكم الله بالخير. لا جانا بجمانه ولخبط المواضيع كلها. تشرفنا فيكم وسعدنا بتواجدكم. ان شاء الله انكم انبسطتوا معنا واسعدناكم بسوالفنا وبضحكنا ومقلبنا البسيطه الخفيفه اللي كانها وزن سلطان. بعينك بس بكلمه بس.